حدود خمسة. حدود خمسة. ست. البلد بقى هند. هند 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 ايوه هي بلد بحرف الهند. الهند دي الهند. لا لا هي هند ولا هي هند. صح مش هند. سوبر واحد فين؟ انا عاوز سوبر واحد عند الكاميرا. هند انا مالي. هند الهند خلاص. هندوسيا صفر. روسيا فاضل لها صفر. يلا مين اللي هيسحب؟ مين اللي هيسحب؟ مش فارق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتنا جدا جدا جدا. النهارده جايين نلعب لعبه اتوبيس كومبليت انا واحلام وحماه. ان شاء الله باذن الله انا اللي هكتب. انا اللي هكسب. احنا كاتبين هنا 28 حرف. قبل ما نبدا الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. بصوا يا جماعه عشان مشاهدين. لو انا وحنان مثلا كاتبين نفس اسم الولد يبقى انا خمسه وهي خمسه وابن 10. لو حد كتب بنت مكان الولد وولد مكان البنت ما يتحسبش. عشان عارفاني بتلخبط. ما يتحسبش. ماشي. وهنشوف في الاخر هنحكم بالمجموع. اللي هيخسر بقى يعمل ايه؟ هيقول ان هو حمار. هنفكر في الموضوع. هنفكر واحنا كل واحد يحط في دماغه عقاب. لا لا مش هحط في دماغي عقاب. انا عقابي صعب. ما تنسوش اللايك. اللي هيخسر هديله بالقفا. ما تنسوش اللايك يا جماعه. طب يلا بس خلاص احنا خلصنا التحدي. ما تنسوش اللايك يا جماعه. يلا بصوا بقى احنا حاطين الحروف. همين هختار الاول. يلا كيلو باميه. لا كله من ده يا ماما. كيلو باميه. يلا كيلو باميه. القطه العاليه. لا ما ينفعش تلعبها بره. لا 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 تلعبها من جري. كيلو باميه. اول حاسه ان انا ايه ده؟ قطه العاميه. ايه القطه؟ انا هطلع انا. يا جماعه انتوا ما كنتوش عايشين. انتوا في قطه ما فيش. احنا كانت عندنا قطه كانت عاميه. قول يا رنا. سرقت قميص. قول يا رنا بسرعه. ب يا جماعه اصابه ملاعب كده يا حيان. ما كسبتش خلاص يا حيان. تلك سكت. معلش معلش. وريني تخبشت قوي صح؟ يا لهوي دي جاب الدم بجد. والله دنيا هاتي الفيديو. زي ما انتم شايفين يا جماعه ما شافوش. خربشتني. انتوا ما شفتوش. انا جيت اوريكم الموبايل وقع. خربشتني والدم كان جاي من هنا. يلا ولحسته. وانا هقول لكم بقى ليه. لان انا اصلا جسمي منفخ فمش مستحمل اي خبطه فيه بعرم على طول. يلا المهم ما علينا. الحمد لله قدر الله مش هفعل. خلاص يا بنتي. انا ضربتك بالنار. ما خلاص قولي لي معلش وخلاص. هو احنا انا اقول لك معلش؟ في ولد اسمه باسم. ليه كلنا كاتبين باسم؟ طب ماشي يلا. ولد ولد باسم. خمسه خمسه. بسمه بسمه. خمسه. بسله. في بسمله على فكره. دي نبت. طب انا دي قالت. انا مش عارفه قالتها ايه. وبرضه مش هو. انا ما كتبتهاش. ماشي وانا خمسه وانت خمسه. جمال. باسكت دي بالانجلش ما تنفعش. خدت بالكم. انا فكرت فيها والله. خدت بالكم من الغمزه دي عشان انا عارفه ان هي غلط. بس انا اللي بكتبي صفر. وانت يا احلام؟ صفر صفر. انا كاتباها ب 10. حيوان. بطه. به بطه. بلد. انت كاتبه ايه يا احلام؟ بص انا كاتباها دلوقتي ولا ايه يا جماعه؟ انا بس البطه. البلد. هم شايفين. بقى صفر. انا لسه شايفاكي كاتباها دي ايه؟ صفر بغداد. بصوا كاتبه صفر. هو في بلد اسمها 15. مجموع 15. في بلد اسمها بولندا. كنت كتبتي اي حاجه. وانت يا ربنا 10. 20. 30. انا 40. لا 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 لا. انت بس حبيبي حنين. انا 40. ماشي. حرف ايه يا جماعه؟ الراء. الريسي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ايه ده؟ نبات بالريح. حنان. لا فضلت واحدة. ستوب ستوب. لا يا بنتي ستوب. ستوب. ريشة يا جماعة. لا لا الرومي ده مش حيوان. لا لا ستوب. لا 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 ستوب. ستوب. لا مش حيوان ده. ريشه جماد. فين اصلا الجماد؟ انت بتتكلمي. انت اتكلمتي على فكره. ماشي ستوب. يلا يلا ولد. احلام الرومي ده مش حيوان. بس يا ماما. يلا ولد رومي. خمسه.
رانيا. رانيا. رانيا برضه. وانتي؟ رانيا. لبنى. خلي عندك، خلي عندك. انا اللي خلي عندي امانه. خلي عندك امانه. والله العظيم ده تحدي. اطلعي من عندك ترجعي كده وحدي اشوفها. رمان. رمان. انت حارسه؟ انت ما بتتكلمش يا عم. انا كتبت رمان، انت كاتبه ايه؟ رمان. طب يبقى خمسه. ريشه او رزه؟ رزه. رمح. يبقى انا اخد 10 على الريشه، انا كاتبه الريشه. لا ما تكتبوش بعد كده. لا انتوا الاثنين كاتبين مختلف. انا خلاص ما تكتبوش بعد كده قوي. خلاص 10. هي واحده بس. ماشي 10. خمسه. ماشي. على فكره خدت ريشه مني. رومي. صفر. هي خدت ريشه مني. روسيا. روسيا. كدابه، وريني هو ايدك. ماشي. انا كنت اكتب رومانيا بس قلت مش هصدقني رومانيا دي، فكرهم يجيبنا رومي. 20 30 40 45. انا 25. 10 20 30. ايه ده 30؟ انت واحده زياده عني. 35. اه يبقى انا 30. يلا هاتي بقى بتاعنا على الاسحب. هو الاسحب حلو بس لا ده في ايه في الاول؟ ايه دي؟ دي نون. 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 نون ايه؟ بس يا دنيا غلط. لا كتبت انت اصعب. طالما بقى رومي حيوان يبقى انا هكتب لك اللي انا عاملها. نعامه. دنيا. بس احنا فين؟ دنيا. ستوب. خلصتي؟ لا ما خلصتش بس دنيا قالت. ينفع اكتب في النبات؟ هو نبات ايه؟ نبات زاتوبي. ايه البلد اللي حرف النون دي؟ يعني انت عرفتي النبات؟ ما تبصوش ما تبصوش. ما تبصوش نون بلد حرف النون. عرفتها. فاضل لي النبات. النبات ايه حرف النون؟ دلوقتي بلد بحرف النون كدابه. اه والله كدابه. مش بلد بحرف النون. لا في بس هي بلد افريقيه. معلش بقى تعرفها ولا لا؟ نبحث عنها عن جوجل. نبات ناصوريا. نبس. نب. نب. نقلاطة. اصبري يا لبنى عشان افكر. نسيخ. نسيخ. لا نسيخ مش نبات اصلا. اماني نبات في النوم. اصعب اصعب. احنا بس بنحكي. قتل منديلي. يلا قتل منديلي. ايه يلا يلا ناصر. بنت نور. ناصر الاول. لا سافر. اوعى يا بنتي. نور ده ولد. ولد ولد الاول يا حنان. انت عملتي مين الاول؟ نور. نور ولد. ماشي ماشي. انا حسيت ان انا جاي منديلي ادم. خمسه يا لبنى. خمسه. انا اخد 10. انا كاتبه نور. وانا كاتبه نور. انت كاتبه نور برضه. بنت نور. نوره. نوره. نهله. ايه يا عيني يا لئيمه. 10 يا حنان. نهى. نبات نعناع. انتوا كنتوا بتشربوش نعناع. انا اخد 10 على النعناع. الجماد نبله. نجفه. نجفه. انتوا سمعتوا دنيا؟ خمسه. مين اللي قال؟ محدش قال نجفه. حيوان نسر. نعامه. نورس. النورس طائر. النورس طائر بيتي اسمه نورس. البلد نيجيريا. نامبيا بلد افريقيا. على هاتوا التليفون بتاعك. هاتوا جوجل هنا. هاتوا جوجل هنا. انا عايزه جوجل دلوقتي. يجي لي حالا. خدي تليفون لبنى. هاتي كده. لا تليفوني مش هجيب نت دلوقتي. هاتي لها دنيا تليفون. هاتي لي تليفون على علم. انت مش مصدقاني. هو نتاكد منها في الاخر بقى. يلا الحرف اللي بعده. خليها بقى. قولي لي البلد اسمها عشان لا نتاكد عشان نامبيا. يلا 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 اسحبي. يلا هاتي التليفون وابحثي عنها. طب التليفون مش هيجي. الفيديو طويل جدا. 20 30 على 35 10 20 30 40 50 انا لحد ما نشوف نامبيا. يا جماعه بصوا ليه بنامبيا. اسحبي اسحبي خلصي. ماشي يلا اكتبي دوله نامبيا يا بت. اهي الدنيا كده تارك. انت بتدري ورقتي ايه؟ وريني بتفكر. حرف و. دولة ايه؟ لا دي كده غلط. جنوب افريقيا. نبيا هري. ستوب 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 عشان امسحيها امسحيها امسحيها.
ساعه خليك عندك امانه عيب انت ام عيب خالد خالد خمسه نبيا بري خلود. خلود خمسه خمسه يا جماعه انتوا معانا فاروق خوخ خس حلو عشرة خاتم خرزانه خشب ايه ده خشب اول مره اشوف جماد خشب 10 خروف خروف 10 5 خروف ايه خروف انا بقول لك خروف خروف بحر بلد صفر احلام صفر خرسانه 30 10 30 بلد ايه 5 خرسانه بلد ولد بلا بلد هاتي خرسان يلا هجرب الحته دي بلد او خرسان هي المهم ان هي دي حروفها يعني لبنى بتحول نعم لا والمصحف ابدا ايه مفيش حاجه اسمها المهم دي حروفها طب اكتبيها يا اختي لو قالوا لك ان هي بلد تبقى بلد انا هالف يعني ماشي نامبيا موجوده لو نامبيا بلد لو مشيتي هتالفي مين اللي هيالف نامبيا طلعت بلد انا كنت فاكراها زامبيا فكتبت نامبيا ما كان يا كانت عايزه تخم لا انا كنت عارفه ان في بلد اسمها نامبيا بس بعد ما كتبتها وعملنا البفوضه دي قلت لا يا خساره اسمها زامبيا لا ده مش بلد بقى اكليم ومسحيه لا مش اكليم مش مسحيه مش ليه مش ليه انت لو كتبت لي الايوبيه وريني 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 كانت بس وريني كده مش كلمه ايوبيه نامبيا لا تحت اللي تحت خرسانه غلط ليه 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 اكليم اكليم مش لا لا والله على النبي والله على النبي والله على النبي لعبه احنا بنلعب لا والله يعني اسم البلد الدوله لا معلش خراسان لبنى لبنى انا مخسع عليك انا بقول لكم بس هتجيب تحسبيني ان هو اكلي يلا حلو اصحابي يعني خرطوم دي كانت ايه الفيديو خطوه الفيديو طول وانت مالك واحد انا عايزه انا شايفه ان هي بلد ايه لسه خربوش ايه طب يلا ايه هميه بس يا دنيا هي غلط اصلا ايه حالة انت بتغشي؟ ما بغشش والله عندك الكاميرا ببص فيها لا لا مش هبص عليك يا امير استغفر الله العظيم لا 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 والله العظيم ما قلت حق انا اللي قلت لها يعني انا اعترف لنفسي والحرامية طب حق انا بحرف ليه يا بت طب ولد بحرف هرسيم ايه يعني خلي البرسي هو في بلد بحرف ليه؟ هقدونس نعم يا حبيبة بابا كلمي يا ميرا بيت بيت بابا يا ولد بحرف ليه ايه هاشم فاضل لي واحد انت عارف في البلد هاشم طبعا انت عارف ايه بصي لي عشان تعرفها في عيني لو كتبتش الهرم يا ربنا والمصعب ما احسبها والله ما احسبها لا 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 ما كتبتش الهرم بس هي بلد عادي هي الهرم دي بلد امال ايه يا هرم يا دوله احنا عادي كده مش هرم يا دوله لا هرم دي غلط خلاص انا حر يعني هرم يا دوله هي ده شعر احنا هنا في الهرم يا راجل وبعدين اسمه ايه الهرم مش هرم والله يا ربنا ما احسبها طب نبات يا ستي مش كاتبه الهرم بقول لك النبات بحرف ايه حبهان اه ده هستكا النبات لازم تبقى حاجه مزروعه ايه صح اشار ما حدش يا حرام انت ما بتكلموش بتطفوا في الفيديو البلد النبات احنا مش عارفين النبات البلد انت مش عارفه النبات اه عارفاه البلد طب احلام والنبي تقولي لي عليه لا قولي انت البلد الاول همون انا دخلت جوه كزبره طب خلاص يا جماعه كلنا واقفين على النقطه دي نستوب عشان نلحق نسال سؤال ثاني يلا يلا خلاص استوب هاني هيل هيل اه هيل شربتي هادي الولد هادي هاني هدير انا خلي عندك امانه والله خربيه والله عايز اوقف اللعب كده هدير هاله 10 يا حنين هاله 10 هيل 10 حراميه هرم هرم طبعا الهرم مش جماد بيتحرك حيوان هدود 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 5 البلد بقى هند
هند مين اختي؟ هند هند ايوه هي بلد بحرف الهند. الهند دي الهند. لا لا هي هند ولا هي هند صح؟ مش هند. السوبر واحد فين؟ راح السوبر واحد عند الكاميرا. يبقى السفرة لا يا عبد هند انا مالي هند 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 خلاص هندوسيا سفر اوسيا فاضل لها سفر يلا مين اللي هيسحب مين اللي هيسحب مش فارق يا احلام يلا يلا عشرة الدم ده هو انا لسه وشي بينزل الدم 25 عشان كدابه يا جماعه بصوا بصوا لبنى عورت احلام ازاي هو الدم ده جاي منين الدم ده غلط على المحتوى بس انا كده 10 20 25 يا بنتي يلا 10 20 30 35 يلا خلاص ايه ده يلا شوفي ده ايه انت مالك انت كنت عشان ما فيش حاجه والله والله انا كنت يدوري قلت لو بتحبوني اعملوا لي لايك لو شايفين ان انا مفتونه وسط الاخوات طب اعملوا لي لايك ميم احلام ما تكتبيش البلد بتاعتنا عشان الكل عارفها استوب لا عيد عليه استوب استوب بكتب لسه استوب انا بكتب استوب مش الورقه دي بكتب فاضل واحده فاضل حرف وطيب ايه ده في بلد موريتانيا ما تكتبليش انا بعرف موريتانيا انا غلطت سفرين 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 دي مصر هي ماما هي دي فضل صفر وصفر ولبنى ثلاث اصفار اثنين بس ثلاثة مش هيفاكي مروان محمد ناس انا عارفه قلت ليه مروان ايه ده ليه ما قلتش صح محمد مع انه عارف ميادة عشرة مروة موز صح ملوخية يا بنتي اللعيبة عشرة صفر ربنا مروحة مرتبة جماد مقش عشرة صفر 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 بقى ثلاثة معزة ايه ده معزة ايه ده انت كنت مرتبها في دماغي لا والله ابدا مصر ثانية مصر ازرع ايه ده ده اسمها الماس جمهور اسمها جمهورية مصر العربية 20 30 40 50 60 في مرة ثانية على 30 يا لبنى اسحبي بسرعة يا لبنى الوقت انا دخت يا بنتي الوقت عدى بسرعة خلصي راح بيوجعني قوي بيقول له ايه دي فين؟ اه يلا فين؟ بابا هتعملوا ايه؟ لا مش عايزه اعرف لم نفسه واحد مش فاصل ستوب 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 رفع ستوب صفر وصفر اتنين صفر تلاته صفر اتنين فادي فادي فادية فادية خمسه فريده حنان عشره فاصوليا انا خمسه فلفل عشرة الله ما شاء الله ده فعلا كتير صفر صفر فرشاة فرشاة او فرشاة فراشة فراشة خمس فلسطين صفر صفر شوف ايه قريب مش نافع معاكم 10 20 30 40 30 45 انا كدابة ليه 45 ان شاء الله مش الفرشة انا كاتباها انتوا مش كاتبينها ماشي 40 20 30 40 45 10 فلسطين وفرشة يلا تفضلي يا جماعه المفرش بتضايقني مش مهم يلا حنين قولي بسرعه السلسله دي غين 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 ايه ده غين ايه ده الغين دي مفيش غادي غدير تنفع غدير بس لا كان في مسلسل طب خلاص مش لازم حرف الغين يا جماعه لا لازم في حاجه كتير على فكره نبات 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 انا مش عارفه الغصن نبات صح انا كنت عارفه اسم واحد ده الغصن ده نبات لا طبعا لا طبعا غصن ايه وخمسه غصن فلفل غمار الولد ايه الولد ده ايه عرفتها انا برضو هيك في دماغي لا ما تنفعش هو في ولد بحرف الغين مش عارفه وفي نبات بحرف الغين اكيد انا عارف كنت عارفه اسمه انا بس كنت هكتب الغار بس هو اسمه ورق الغار لا مش هينفع غول
كانت فوت وزبرة. انا واقف عندي اثنين. ايوه انا نبات بس. اسم الولد واسم البنت. ايه انت عارفه ولد بحرف الغين يا حنان؟ اه طبعا. ايه ده في ولد بحرف الغين؟ انت خلاص استوب يلا. يلا كل واحد. لا ما اتفقناش. انا ما اتفقنا. لا انا ما اتفقتش. انت قلتي يلا فقلنا يلا. لا النبات النبات النبات. طبعا مش عارفه. طب يلا استوب. استنى استنى. استنى. ايه ده ايه ده ايه ده؟ خلاص يلا. قلنا استوب. يلا. غزال. غسان. المفروض اسمه غزال. اه. ماشي. ايوه غسان. مفيش غزال وفي غادي. طب ما كتبتي؟ كتبتي؟ طب بتروحي تقترحي عليا ليه؟ غزالة 10 غدير. هي في بنت اسمها غزالة؟ اه كده بتكتبي لها الحرف في النساء كده. لا احنا ما ينفعش. يا بنت غدير. لا في بنت اسمها غزالة. في اقسم بالله في الافلام دي واحد بيعكس واحدة بيقول لها غزالة. لا والله في. لا 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 حرام ما ينفعش. لا غزال ده قلنا لك ماشي. بنت اسمها غزالة؟ لا. طب هو في بنت اسمها غدير؟ لا لا يا حبيبي. اسمها غدير اه. غدير غدير صوت الميه. طب اسمها غدير ما بتصوت. طب هي غزاله برضو عادي بيقولوا هي غزاله. خلاص يا ربنا خلاص 10 يلا بهزر ولا ايه؟ طب خمسه يا ربنا انا وانت اصلا خمسه انا وانت. انت كتبت غدير؟ نبات صفر اه كاتبه غدير. انت بتعترضي مني هو عايز سرقه. يا مات غساله. غساله 10 غربان. غساله 5 غساله 5 ماشي. غزاله غراب. غزال وغراب انا كتبت لي قلت لك هو واحد بس. انا جه في دماغي خلاص 5 غزة. انت عشرة يا حنين. غزة. لا عندها معلومات هم العايزين. غرب افريقيا. افريقيا افريقيا شنو ابو جنوب بس. اول مرة بستخدم افريقيا دي. بجد لا 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 بتدخلي دول على بعض يعني بتعملي فتنة بينا. انا ممكن اغششكم. غرب افريقيا. قولي لي وانا اغششكم. قولي لي غرب افريقيا. مش عارف يا لا لا الفيديو طول قوي. الفيديو طول يا يا لهوي. لا اسحبي احنا مش هنعملهم كلهم. لا لا احنا ضربنا حرفين. انا اخد 10 اخد 5 على غزة. امسحي التاب اللي انت كاتباها. قولي غرب افريقيا. طب يلا 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 احنا اسحبي ورا يلا خلاص الفيديو طويل جدا. 30 انا 20 انا 30. طب اسحبي يلا يلا انا لسه اه انت بتتابعي على الغريب يلا هو على ليلي يلا يا حنان. انت حنان على فكره حرف الغين ده كان وحش قوي. انا مالي يعني انت بتطلعي لنا حرف الالف مثلا؟ انا همسك اختي في ايدي كده عشان ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا لام. بنت لبنى. بس يا بابا لوبيا. صب 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 صب. ايه ده ما كتبتش اي حاجه؟ انا بقالي بقى ماليش فيه. كتبت اسم عن حاجه؟ لا انت قبل ولا ايه؟ ولا انا بس بتكلم بجد ما كتبتش اسمي؟ لا كتبت خلاص يبقى اخد 10. طب يلا يلا الولد ليه؟ ليه دول ولاد اسمه ليه ده؟ انا اول مره اشوف واحد عيب ويروح يسجله. اسمي عم عندك ليه؟ ايه ده؟ انا مفيش حد اسمه ريدو ده اسمه ده. لا بلاش اقول لك مين. يلا صفر. طب ينفع 10 خلاص يا رب. صفر ايه ده ماشي. مفيش ريدو 10 بنت. طب يهزر ليلى. لمياء. تستبعدوا يا كلاب. ليمونه. ليمون. لوز 10 يا بنت الايه. لمبه صفر. عصر الحيوان صفر. حيوان اللاما من فصيلة الجمال يجري ويعد 5000 متر في الدقيقة. بس هيترب كلها 10 بلد صفر. تعالى يا بنتي عليكي عشان ما تظهر. ليبيا. لبنان. لا انا اصلا ما لحقتش. طب 10 20 30 40 50 55 انا 20 يا لهوي كتبت في المربع اللي فيه اخر حرف. طب يلا اخر حرف نقول بقى كيلو بابي نشوف مين اللي انا اللي عليا على فكره. طب يلا يلا خدي. طب ما نخلي العيال تسحبوا لنا. اسحبوا لنا العيال الورقه. يلا يا ستي احنا ما تفرق احنا خلص. اه ممكن ما تفرقش. يا على البعد البعيد. انت بحرف اللام زي انتوا حبيبتي. يلا انا مش باينه. انا مش باينه. انتوا انتوا لبنى. انا بس رحت بالكرسي عند الست دي. لبنى يلا وريني. صب صب ضعيفه. صب ذا ذا ظرف. بس يا دنيا نبات زرع. سيبوا نلعب تاني والله اللعبة دي جميلة. بتعرفي بلد بحرف الظا؟ بس ظبط.
ابو ظبي ابو ظبي انت عامله ايه نواد بحرف الظا طيب يا ماما زوتنجان ايه ده هو انا مش طالعه في الفيديو مش تقولوا لي تعملوا لي تعالي خلاص كده النبات والحيوان البلد مش هنعرفه لا ازاي يعني ايه هو اللي بلد ظبي مفيش بلد اسمها ظبي ايه ده دي ابو ظبي اي مش انت ابو حيوان هاي زبد نبات لم نفسك انا محتاجه ابنه ومصحف على فكره كده سرقه وربنا كده سرقه انا محتاجه ابنه محتاجه ابنه اه طب اكلمولك يجي لك بس خلصي بقى الله اصبري بص حنان بتقول لا مرته لا بجد والله يعني بتتاكد تغششه وانت تتاكد ده الطالب في المصري في الامتحان اه والله يا بنت بتروح اهو ده زمام انت عملتي ايه انت عملتي ايه ابنها حيوان كل حاجه نبات حيوان زرافه نبات لا قصدي كده انا بقرا كده زرافه طب نبات ايه يا عاطي نبات ايه اصبري خلاص بقى تسحبوا الناس تكتبوا في الكومنتات اه تكتبوا في الكومنتات اللي انتوا عارفينها عشان احنا مش عارفين طب يلا بقى بسرعه يا جماعه عشان اكتبوا لنا يا جماعه بقى في الكومنتات يعني حروف تانية طب يلا عشان نعملها المره الجايه ولد ظريف ظافر ظافر 10 5 ظريفه ظريفه 5 صفر صفر ظرف ظرف والولد والحيوان ظبي 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 20 وظبي برده لا ما فيش طلعني يا ابني معاك ظبي مفيش بلد اجمعوا يلا اجمعوا يلا اجمعوا بلد بحرف الظا اجمعوا يلا خلصوا 50 120 120 30 150 70 120 150 120 و45 اللهم صل على النبي يا اولاد 150 و50 200 270 270 و30 ست اجمعي افتري اجمعي اتلخبط 305 انا معانا الواحد واحد وصفر هو الواحد واحد وخمسة ستة ومعانا الواحد هما المتين وستين ايه ده مية وخمسة وخمسة وخمسين ميتين وستين خدي انت اجمعيني وانا اجمع لك مية وستين رجع لكم مرة تانية يا جماعة بس بصوا احنا كنا نصور احنا كنا نصور الفيديو قطع معرفش ليه بصوا يا جماعة قلنا في التصوير ان انا 305 وحنان 320 وانا 350 بس هم انا ضربتهم بس هم مش قادرين يتضربوا تاني اه قلت لها والله العظيم انا ضربت تاني واحدة واحدة لا واحدة رفيعة لا يا جماعة ايديها تقيلة وضربتنا جامد وكان الكاميرا ما بتصورش حرام بقى نتعاقب مرتين لا والله وانا رقبتي وجعتني من الضربة يا بنتي بس يا بنتي بس لا ضربت يا جماعة انا اللي صح ايديها تقيلة قوي بجد ده ايه ده خلاص يا جماعه يلا المهم لو عجبكم التحدي ده قلنا نفرش الترابيزه لاول مره لو عجبكم التحدي ده اكتبوا لنا في الكومنتات ونعمل لكم تحديات وصلوا القناه دي بقى بسرعه يا جماعه 100000 لايك دي قناه كبيره ولا صغيره القناه الصغيره وصلنا 100000 لايك ووصلوا الفيديو ده 30000 لايك بنحبكم جدا يا احلى عيله في الدنيا باي باي باي